في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، ومن داخل محافظة الإسماعيلية وتحديدا من أمام مدرسة الشهيد جواد حسني الابتدائية. يمكن أو الأكيد أن قبل بدء فتح اللجنة النهاردة كان في عدد كبير جدا من المواطنين بالإسماعيلية موجودين واقفين مستنيين فتح باب اللجان. وزي ما حضرتك شايفة الأعداد اللي موجودة، احنا شايفين أعمار مختلفة، يعني شايفين سيدات وشباب، وكان في أطفال كمان جايين مع أجدادهم عشان يخوضوا تجربة أو يشوفوا إزاي خوض العملية الانتخابية. فرحة عارمة حقيقي في الشارع الإسماعيلي، كما شهدت محافظة الإسماعيلية العديد من الاستعدادات، وأدلى السيد المحافظ شريف فهمي بشارة بصوته أمس. وفي استعدادات كتير جدا موجودة بمحافظة الإسماعيلية لتسهيل عملية الانتخاب للمواطنين، وبالأخص من قبل قوات الأمن لمساعدة كبار السن وذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة، مساعدات لسير عملية الانتخابات بمنتهى السهولة. وكل اللي موجودين هنا أثناء تحدثي معهم هم بيقولوا أن لازم كل الشعب الإسماعيلي ينزل ويدلي بصوته لاستكمال مسيرة الأمن والأمان بمصر. جزيلا رضوى نبيل من الإسماعيلية. أدينا احنا شفنا الفيوم والإسماعيلية والقاهرة. خلوني أرجع للقاهرة تاني مع زميلنا هاني النحاس. صباح الخير يا هاني.